النهارده احسن يوم في حياتي وابتدي حياه جديده في قلبي الصراحه. بالنسبة لحفلة الخلع أو طبعا هي بالنسبة للمجتمع الريفي ممكن تكون غريبة وممكن تكون مش معتادة، لكن طالما أنا مش بأذي حد ومش باجي على حد أنا ما عنديش مشكلة أن أنا أحتفل بأي حاجة تخصني أنا، يعني أفرح بيها لي أنا مش لأي حد. ستات زي كتير جدا في الحالة بتاعتي ويمكن أسوأ، يمكن أنا نزلت ولقيت شغله وقدرت أفتح بيتي وأقوم بدوره اللي هو اتخلى عنه، لكن في ستات كتير مش قادره تعمل كده. هم احق بالفرحه دي لما الزمن والدنيا تبقى في صفهم وتنصفهم من اللي هم المشاكل اللي هم فيها. يعني عندنا اصدقاء كتير على صفحاتنا صحفيين وبيشتغلوا في مواقع اخباريه، شافوا الخبر عجبهم فنزلوه على المواقع بتاعتهم، ومن هنا جه خطوه الانتشار دي اللي انا ما اقصدهاش خالص. موضوع الخلع لو الراجل مش قابله ما كانش يسمح بيه. انا مش برفع قضيه خلع وهو ما يعرفش بيها، ده بيروح له اعلانات مره واثنين وثلاثه ومواعيد جلسات، كان قادر جدا ان هو ينهي الموضوع ده بشكل احسن من كده، خصوصا ان انا بعد قبل موضوع الخلع قعدنا كتير وحاولنا كتير ان احنا نخلص بالمعروف وبالود وكل واحد يروح لحاله ويحصل الطلاق بشكل ودي. لما هي كلمتني وقالت لي اللي هي خلعته وانا كنت مبسوطه عشانها، لان هي فعلا تستاهل، تعبت كتير، شقت، من حقها تفرح ومن حقها تبقى مبسوطه، من حقها تبتدي حياه جديده مع ابنها. كنت بتمنى ان اكون مكانها بصراحه، عشان يعني كون الطلاق نفسه كان جارح بالنسبه لي. لو انا كنت خلعت كنت فرحت وكنت رديت كرامتي. هي جامده لما الواحده تتطلق، اشمعنى هم يفرحوا واحنا ما نفرحش؟ حاجة جديدة في مجتمع أرياف، لكن هي حاجة إحنا ما كناش عاملين الحفلة إنها هتكبر بالطريقة دي أو إن الموضوع هياخد الحجم ده. إحنا فكرنا إن إحنا بنفرحها لأن هي تعبت كتير، فالموضوع أخد الشوك جامد دوت. ده علشان إحنا فريق عمل تطوعي، فمعظم الصحفيين موجودين عندنا، فالموضوع انتشر بالطريقة دي، لكن إحنا ما كناش مرتبين له كده خالص. أولا رحبنا بالفكرة، ما حدش يتفاجئ، لأن هي كانت مستنية الخبر ده من زمان وكان نفسها تبقى حرة من زمان، وكانت ظروفها مش حلوة ونفسيتها كانت تعبانة، واحنا فعلا فرحنا ان هي الموضوع ده يعني خلاص خلصت منه. موضوع الخلع ده الحمد لله تم على خير، كنا فرحانين كلنا بموضوع الحفلة، كنا مرحبين وعملنا لها بوستات ومشاركة، كنا كلنا فرحانين. زي اي واحده ست بتاخد، بمجرد ما بتاخد الحكم بتبقى فرحانه جدا. وفي ستات على النقيض بيبقوا، انا جات لي كان في حاله عندي وجات بقى متعسره وانها عايزه تتخلع، وبمجرد ما بقول لها مبروك انت حصلتي على الحكم راحت مصوته في وشي في التليفون، وانت خربت بيتي، انت بتقول بي مبروك على خراب بيتي. يعني في النقيض، يعني واحده زعلت مع ان هي اللي كانت بتسعى وهي اللي دايما مستعجله على صدور الحكم وزعلت على صدور الحكم، لكن سهى فرحت وعملت الحفله بتاعتها. واعتقد ان في حفلات كتيره بتحصل في الموضوع ده، بس بقى اني اللي بيظهر في الميديا واني اللي ما بيظهرش دي حاجه بترجع للصفحات بتاعتهم اللي هم بينشروا عليه.